بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي، السلام والصحة المهنية. مرحبا بكم في محاضرتنا الأخيرة، وهي عبارة عن مراجعة لما سبق من المادة. وكنت أتمنى صراحة إني أجد وقت كافي جدا في إن إحنا نفصل ونشرح في المادة وناخذ راحتنا، ولكن طبعا أنا ماشي بناء على منهج محدد وعندي زمن محدد، ورغم ذلك فقدنا كمية من المحاضرات، تقريبا ما لا يقل عن 4 محاضرات ضاعت مننا بسبب الإجازات وغيره، ما قدرنا نعوضها لأنه كذلك حصل شيفتنج في زمن الاختبارات النهائية. فكنا خاتين الأسبوع الأخير كله يكون عبارة عن مراجعة، ولكن قدر الله ما شاء فعل حصل شيفت من الامتحانات، فالأسبوع نفسه بقينا ما قادرين نخش فيه بسبب الامتحانات عندهم. ولكن بحمد الله الواحد اجتهد بما عنده من معلومة يقدمها لكم في إطار الزمن المتاح. قبل ما نبدأ وبعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى نقول سيفتي فيرست، لابد أولا من جعل السلامة أولا، والسلامة في معناها تشمل الصحة نفسها في داخلها. نتكلم عن صحة الإنسان، وبشكل لما نتكلم عن السلامة تشمل سلامة الإنسان وسلامة المعدات وسلامة الإنسان فيها نفسها برضو صحة الإنسان. وعرفنا أهمية تحليل البيانات وتحويلها من أرقام إلى مطلعات تكرارية أو إلى مخططات نستطيع من خلالها نفهم ونستوعب بيئة العمل والأضرار والمخاطر الموجودة فيها، ونستطيع كمان نقلل المخاطر بحيث أن ننجز الأعمال بأفضل ما يكون بأحسن الممكن بأحسن إمكانيات وأقل ضرر، وإن وجدت أخطاء نحاول نضع عليها حلول تصحيحية وكذلك حلول وقائية نتجنب حدوثها في المستقبل. بدينا بأول شيء قبل ما أبدأ أتكلم عن تفاصيل، بعض الناس ما شاء الله هي راجعة المادة والآن تستطيع أن تستفيد استفادة كبرى من الشرح أو المراجعة. بعض الناس ما عملت أي شيء وبتفتكر أن المراجعة هي حتكون بالنسبة لها كأنه تفهم وتستوعب المادة دي كلها من أول إلى آخر. أقول لكم مخطئين، المراجعة هي ترتيب أفكار للإنسان اللي أصلا هو اطلع على المادة وشاهد المحاضرات وحل الواجبات. أما الإنسان اللي فاكر أنه من خلال نص ساعة أو ساعة تبع المراجعة يستطيع أنه يستوعب المادة كلها يدخل الامتحان ويجيب على الدرجات، مستحيل. على كل الهدف الأساسي اللي وضعناه في أول المادة أنه نعرف أهمية وكيفية جمع البيانات المتعلقة ببيئة العمل والمخاطر الممكنة، ونعرف كيف أنه نستخلص المعلومات ونستفاد من جمع المعلومات وتحليلها في معرفة مؤشرات السلام والصحة المهنية، وكذلك نعرف استخدام الطرق الإحصائية في تحليل البيانات. والحمد لله وصلنا إلى الهدف الرئيس. طبعا قسمناه إلى أهداف تفصيلية والآن ما في زمن نخوض فيها أكثر. بدأنا في الأهمية أو تعريف أهمية المادة، وده كان واضح للجميع. بدأنا قلنا ممكن نستفاد منها في كتابة التقارير، المساعدة في توفير الحلول المناسبة لحل المشاكل ومعرفة أسبابها، التخطيط، صناعة القرار، وده كله الحمد لله وصلنا له بالتفصيل. بعدها يا شباب بدينا في أهمية البيانات، تحليل البيانات. وطبعا أنا الآن في المراجعة ما بأخذ في التفاصيل، إنما أنا الآن برتب الأفكار وبنظم وبهيئ الدماغ إنه يكون قادر في إنه هو الآن يدخل الامتحان وأفكاره مرتبة. أما التفاصيل أكيد كل إنسان طبعا يكون قراها وراجعها. بعد ما بينا أهمية تحليل البيانات تكلمنا بعد ذلك عن علاقة تحليل البيانات بالسلام والصحة المهنية، و درسنا بعد ذلك دخلنا شباب في دراسة الحالة. طيب أولا أكدنا على أنه عشان أنا أشوف أي مشكلة وأصل إلى الأسباب الجذرية بالنسبة لها أحتاج إلى أني أحلل أجمع بيانات من الوسط المعين أو من طبيعة المشكلة وأبدأ أحلل البيانات دي لأصل إلى النتائج. فذكرنا شروط قلنا لابد تكون موجودة في أنه أولا الحالة تتضمن الناس اللي احنا عاوزين ندرسهم او البيئة اللي عاوزين نعرف خصائصها شو. كذلك ذكرنا انه لابد انه عشان نصل الى افضل نتيجة انه الحالة اللي هندرسها تمثل جميع مفردات البيئة اللي هنتكلم عنها. واكيد في المحاضرة اللي فاتت لما عرضنا نماذج
او بعض التطبيقات المتعلقه بتحليل بيانات السلامه والصحه المهنيه، عرفنا اهميه المساله دي انه تمثل جميع بقدر الامكان جميع مفردات البيئه اللي حنقوم بدراستها. ذكرنا مسالتين قلنا مهمات نتجنبهم في اختيارنا للحاله. نتجنب فيها شباب قلنا التحيز والعشوائيه، لكن احنا برضو مطالبين نكون ناخذ قيم عشوائيه احيانا. يعني احيانا انا ما اقدر اضع دراسه تشمل جميع المفردات من اول مره، لازم ابدا بسلك مثلا عباره عن اختار حاجات عشوائيه واقيم عليها الدراسات، وبعد ذاك اكتشف انها هي تنفع ولا ما تنفع. مثلا عندي بيئه عمل معينه قلنا وجدنا فيها مثلا 50 مشكله الان امامنا، عاوزين نصل الى المشكله الاساسيه او المشاكل الاساسيه، هناخذ عينات عشوائيه من 50 مشكله نبدا نحللها. نجد انه مثلا لما اخذنا 20 عينه عشوائيه في المجال في المرحله الاولى، استطعنا نصل منها الى انه ال 20 عينه العشوائيه دي او المشاكل العشوائيه دي اصلها 3 مشاكل اساسيه. بعد ذلك نختار 20 عينه اخرى، او ممكن نقسم ال 50 مشكله الى 10 مشاكل، في كل مره اختار 10 مشاكل نصل للحلول. فعموما قلنا انه في بعض المشاكل اللي ممكن تواجهنا في دراسه الحاله مشكلتين: اخطاء تتعلق ب اختيار العشوائي اللي عملناه قبل شويه، واخطاء تتعلق بالتحيز. طبعا قلنا اي تحيز في اختيار المعلومه او في جمع البيانات قطعا يؤدي الى خطا. نحن في تحليلنا قلنا حنجتهد غايه الاجتهاد انه نقلل اخطاء الاختيار حتى نزيد او نقلل من وقت التحليل في الوصول للمعلومات، ونزيد من دقه واهميه القراءات او دقه النتائج. وطبعا حتى المصادر الخطأ في الدراسة نفسها في أكثر من كده، لكن أنا الآن ملتزم بالأشياء الموجودة عندكم في المنهج. طيب قلنا صنفناهم الآن لأكثر الأخطاء الممكن تواجهنا في اختيار الحالة أو دراسة الحالة: خطأ الصدفة وخطأ التحيز. خطأ الصدفة قلنا باختصار هو طالما الحاجة اللي عملناها صدفة أو عشوائيا، يتوقف على حجم الحالة اللي احنا اختارناها عشوائيا، وبيئة العمل اللي حنحلل فيها الحالة، وطريقة اختيار الحالة. لكن قلنا بحمد الله عندنا أسباب ممكن نقلل بها الخطأ اللي يظهر حيظهر لنا من خلال الاستفادة من الوسائل الإحصائية، مثلا الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوسيط والمنوال وغيرها من الأشياء ذكرناها لاحقا. الخطأ الآخر هو خطأ التحيز. طبعا من كلمة تحيز يعني إنه نحن حنتجنب العشوائية، نتحيز إلى فئة معينة. طيب من أسبابه عدم الدقة قلنا في القياس، إنه نحن لما جينا نختار مع إنه تحيزنا إلى فئة معينة، مثلا لقينا عندنا مشاكل معينة بعد ما عملنا برين ستورم اللي هو عصف ذهني، وصلنا لإنه قلنا مصادر المشاكل دي 5، بدينا ناخذ مصدر مصدر. ففي الحالة دي بتواجهنا مشاكل أو في أخطاء حتواجهنا، طبعا لا بد من وجود أخطاء، لكن كل ما كان في دقة في جمع المعلومات كل ما قل الخطأ. وبالتالي من أسباب خطأ التحيز ممكن تصلينا عدم الدقة في القياس. الناس اللي جبناهم عشان يجمعوا العينات ما كانوا دقيقين في المسألة، كذلك ما كان عندهم الكفاءة الكافية والخبرة الكافية في أنه ياخذ لنا عينه. قلنا مثلا اجمع من كل انسان من مثلا ملي او سيسي سنتيمتر مثلا من الدم، واحد مثلا يجمع، احيانا كان بياخذ سنتيمتر من المريض، بعضهم كان بياخذ سنتيمتر واثنين ملي، بعضهم بياخذ نص سنت اللي هي 5 ملي وهكذا، فاصبح في عدم كفاءه في اخذ العينه. كذلك اعطاء بيانات غير صحيحه، الناس اللي نفسهم كنا بنقعد معاهم ونسالهم كان بيدونا معلومات خاطئه او غير صحيحه، فدي كلها ممكن تؤدي إلى ظهور خطأ التحيز وزيادته وهكذا. طيب بعضها تطرقنا لمسائل قلنا عاوزين نقلل حجم الأخطاء اللي بتظهر، سواء كان نتيجة لخطأ التحيز أو خطأ الصدفة أو الخطأ العشوائي. قلنا ممكن نستفاد من مقاييس النزعة المركزية في إنه نقلل حجم الأخطاء ونصل إلى أفضل دقة ممكنة. وعرفنا مقاييس النزعة المركزية وتكلمنا عن 3 أشياء، منها الوسط الحسابي، الوسيط والمنوال. الوسط الحسابي قلنا باختصار هو
ناتج عملية جمع البيانات المحددة ونقسمها على عددها. ذكرنا قلنا انه هو من اكثر مقاييس النزعة المركزية استعمالا، ولكن احيانا بتواجه مش بتواجهنا مشكلة انه عشان لو استعملناه في حالة وجود قيم متطرفة لقلنا بدينا الدقة الصحيحة، لكن بشكل عام هو من افضل او من اكثر مقاييس النزعة المركزية استعمالا، واخذنا عليه امثلة الان ما في زمن الخوض فيها. المقياس الاخر كان الوسيط، وقلنا هو مسألة بتسهل لنا انه نعرف القيمة التي تتوسط مجموعة بيانات احصائية بعد ما نرتبها تصاعديا او تنازليا. وذكرنا قلنا جبين احنا قلنا يعني استعمال الوسط الحسابي في حالة وجود قيم متطرفة ما منطقي او ما يدي نتائج صحيحة او نتائج اكثر دقة، الان يمكن استعمال الوسيط في الحالة دي. طيب قلنا الوسيط نفسه نوعين، ممكن يكون عندنا اذا كان عدد البيانات فردي يكون عندنا قيمة وسيط واحدة، واذا كان عندنا عدد بيانات زوجي يكون عندنا قيمتين للوسيط نجمعين ونقسمها على بعض نصل للقيمة قيمة الوسيط. وبعد ذلك شرحنا أمثلة. المنوال قلنا هي باختصار القيمة الأكثر تكرارا في مجموعة بيانات، وعرضنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت في اللي هي التطبيقات انه كيف تم استعمال المنوال اللي هو القيمة الأكثر تكرارا في وضع المضلع التكراري او الهيستوجرام. طيب بعدها دخلنا في الباب المتعلق بتحليل بيانات السلامة العامة، وذكرنا يا شباب أهمية تحليل بيانات السلامة، انه قلنا يساعد في سلامة العمال ومعرفة الأخطاء والممارسات الخاطئة، ويساعدنا في تفسير الظواهر ومعرفة الأسباب الحقيقية للحوادث ووضع الإجراءات التصحيحية والوقائية، ودي من أهم الأشياء المفروض نحن نستوعبها عندنا. كذلك تكلمنا انه كيف نحن نستطيع نستخلص المعلومة ونصل للمعرفة المطلوبة. قلنا أولا عندما أجمع بيانات أقوم بتحليلها، والتحليل يؤدي إلى الفهم، إن أستطيع الآن أفهم البيانات دي معناها شنو. والفهم يا شباب هو عملية تحويل البيانات إلى معلومات. لما أنا بدي أنت تقارير يومية أو أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية إلى آخره، أنا لما أجمعها مع بعض وأحللها أستطيع أفهم علاقة الشهر الأول مع الشهر الثاني والشهر الثاني مع الشهر الثالث وهكذا. فده قلنا يساعد في الفهم اللي هو إيجاد تفسير أو فهم لظاهرة ما من خلال بيانات جمعناها وحللناها. بعد فهمنا للظاهرة دي سببها شنو نستطيع أن نتنبأ، وشفنا في كذلك الكيس اللي له علاقة بالترافيك سيفتي كيف استطاعوا من خلال الأخطاء والمشاكل الموجودة أمامهم والداتا اللي بيجمعوها يتنبأوا إذا استمرينا كده النتيجة هتكون شنو. وده قلنا يؤدي الى ان نتخذ القرار المناسب من خلال انه نتحكم في المساله من خلال انه قلنا نضبط سير العمل، وبالتالي يا شباب يؤدي الى تقليل المخاطر وتقليل الاصابات ومنع حدوثها كذلك في المستقبل باذن الله سبحانه وتعالى. فدي من اهميه الاشياء المتعلقه من اهم الاشياء المتعلقه بتلخيص المعلومات واستنتاج المعرفه. بعدها تكلمنا عن اهميه التلخيص نفسه، قلنا يزيد في مهاره الانسان في جمع البيانات واستخلاص النتائج والبحث العلمي وغيره، يطور القدرات الذهنية ويزيد من التركيز والدقة والملاحظة، ويخلي الإنسان يستطيع أن يتخذ قرار بعد ما يجمع كل المعلومات. ودي من أهم الفوائد اللي ممكن نطلع منها شباب من خلال استخلاص المعلومات واستنتاج المعرفة. كيفية الإخلاص قلنا كيفية الاستخلاص اختصروها في 4 خطوات أساسية، طبعا في خطوات أكثر لكن أنا ماشي الآن بالمنهج بتاعكم. أولا نجمع البيانات ونحللها ونقرأ قراءة شاملة بتعمق ليؤدي إلى فهمها، وبالتالي فهم المعلومات يؤدي إلى التحديد أو معرفة الأسباب الأساسية والثانوية إلى آخره، ثم يؤدي إلى الاستقراء، نقرأ يعني نفهم المعلومات بالشكل الصحيح ونتخذ القرارات. جينا المعلومة دي نفسها قلنا عاوزين نحفظها، سموها عبارة الآن من اسمها حيب سموها السايبر سيكيورتي اللي هو الأمن المعلومات، والان بقت في يعني حرب المعلوماتيه. فده الان بيقودنا الى المعلومات اللي جمعناها دي، لا سيما المعلومات المتعلقه بسلامه وصحه بيئه العمل. الاشياء دي قلنا عاوزين نحافظ عليها، وقلنا دي من اكبر مهام مشرفي السلامه والصحه المهنيه انه يحافظ على المعلومات الجماعه دي من السرقه والاختراق
وانه يطلع عليها اشخاص غير مخول لهم او غير مصرح لهم بالحاجه دي. فقلنا دي من اهم مسؤوليات مشرف السلامه والصحه المهنيه. بعدها تكلمنا عن كيف نحن نستطيع نحافظ على المعلومه، قلنا من خلال تكون المعلومه دي عندها سريه، نحافظ على سريه المعلومه. وهي مثلا نقول على سبيل المثال، مثلا لو عملنا وجدنا مثلا في بعض الامراض انتشرت في بيئه العمل، فلما حللناها وجدناها مثلا جات نتيجه لشخصين موجودين عندنا كانوا مصابين بامراض معينه فانتقلت الى غيرهم. على كل نحن عرفنا الاسباب، لكن لابد الحفاظ على المعلومات الشخصيه الخاصه بالعمال دي. يعني ما من المنطق طالما الحمد لله نحن عرفنا العمال وعالجنا الامر وعالجنا المرض اللي كان يتفشى نتيجه لاحتكاكهم مع العاملين، فلا بد من المحافظه على سريه المعلومه الشخصيه بالعاملين دي، لا سيما اذا كانوا مصابين مثلا بامراض اخرى، فالمهم مزمنه او غيرها، لابد من الحفاظ على الاشياء دي. والمعلومات اللي لها علاقه بالانتاجيه، لو كان مشرف السلام والصحه المهنيه يعمل مثلا في بيئه انتاجيه او بيئه صناعيه، عنده بيعرف اداء العاملين في زياده الانتاج، اسباب نقصان الانتاج، وضع عليها الحلول وكذا، فلا بد يحافظ على المعلومات دي ما ينشرها لا سيما للشركات المنافسه. ده مما يتعلق بسريه المعلومه. كذلك سلامه المعلومه، نحميها من التغير. القيم دي بعض الناس ممكن تخش تلعب فيها، واللعب او التعديل في القيم قلنا ممكن يؤدي الى قراءات خاطئه او قرارات خاطئه، فلا بد كذلك ان احنا نحافظ على سلامه المعلومه. ديما المسؤوليات اداره السلامه والصحه المهنيه بشكل عام، وكذلك ممكن نقول مشرف السلامه والصحه المهنيه بشكل خاص. كذلك نضمن انه المعلومات اللي عملنا لها سريه وسلامه، نضمن انه احنا نستطيع نصل لها. فلما اشفر المعلومه لابد تكون معروف انه التشفير ده الكود هو شنو، موجود وين، ويستطيع الوصول له كيف، ونستطيع نضمن المعلومه دي عندما نصليها لا نشوش ولا نغير في القيم وهكذا. طيب قلنا عشان نحافظ عليها في بعض الاشياء، مثلا نضع تصريح انه اي شخص، او نضع قوانين انه اي شخص غير مخول له الحصول على المعلومه لا يمكن يطلعوا عليها الا اذا دعت ضروره معينه بتصريح من قبل الجهات المعنيه. ونقول كذلك لا تستعمل هذه المعلومات الا الغرض المحدد، تجاوزه يعرض الشخص المعني الى مساءله قانونيه او الى اخره. كذلك لابد من ارشفه المعلومات، وضعها في كاتيجوريز معينه نستطيع نصليها بشكل سهل وبشكل متسلسل، خاصه لما نعمل تحديث. مثلا نقول لك المعلومه دي لها علاقه بالشهر الفات، تم التحديث، نعرف كيف النسخه المحدثه، ما كانت، ما قبل، ما بعد، وهكذا. بعدها تكلمنا عن بعض الطرق العمليه ممكن نحمي بها المعلومه، وضع كلمه السر، البطاقات الذكيه او حيب سموها البايومتريك اللي هو استعمال البصمه، بصمه العين، بصمه اليد او الى اخره. التشفير دي كلها وسائل تساعد في حفظ المعلومه ومن الوصول اليها من غير المصرح لهم. بعدها تكلمنا عن جزئيه مهمه جدا تتعلق بالارتباط بين الجوده والصيانه. قلنا كثير جدا من الحوادث الموجوده في بيئه العمل سببها انه عدم الصيانه الدوريه والصيانه الوقائيه في الماكينات او المعدات اللي بيتعاملوا معها الاشخاص لا سيما العمال. وبالتالي مشرف السلامه والصحه المهنيه لابد ينتبه للمساله دي. طبعا قلنا لا يتطلب يكون مشرف السلامه والصحه المهنيه هو مهندس ميكانيكا او مهندس كهرباء حتى يفهم لي الصيانه بتتم كيف ومراحل الصيانه. قلنا لا، دي مسؤوليه ليست من مسؤوليات مشرف السلامه والصحه المهنيه، انما مشرف السلامه والصحه المهنيه هو الشخص اللي هيتابع انه هل الصيانه تمت بالشكل اللي يؤدي فعلا في تقليل المخاطر وتقليل الاصابات وتحسين الاداء وهكذا. عندنا ماكينه كانت بتعمل بوضع طبيعي، جاءت مرحله المراحل بدات تظهر فيها ضوضاء عاليه، هاي نويز وفايبريشن عالي، اهتزازات عاليه، فدي اثرت على بيئه العمل واثرت على كفاءه العاملين. فحنطلب من جهه الصيانه او مسؤولية الصيانه يشوف المشكله حاصل فيها شنو. هو بعد ذاك مهندس الصيانه يقوم بالاليه شايفها مناسبه، يتعاون مع الشركه سبونسرات المناسبه. المهم في النهايه انا كمشرف سلامه وصحه مهنيه عاوز الضوضاء والاهتزاز ده يقل الى الوضع الطبيعي بحيث انه ما يضر بالعاملين. ده اللي بيهمنا احنا شباب الان على سبيل المثال في جزئيه لها علاقه بالجوده والصيانه. عرفنا انه في علاقه مباشره
ما بين كفاءة المعدات والآلات التصنيعية، ما بين كفاءة العاملين، واللي دي باعتبارها متعلقة بالصيانة. فكذلك قلنا المشرف السلامة والصحة المهنية يستطيع الاستفادة من تحليل بيانات التشغيل في أنه يعرف كفاءة وفعالية المنتج، وده صراحة يؤدي قلنا إلى الوصول إلى مفهوم الجودة الشاملة اللي كان تكلمنا عنه في مادة أخرى سميناها إدارة الجودة الشاملة، وقلنا المواد دي متداخلة مع بعض. وبالتالي الخلاصة أنه الصيانة مرتبطة ارتباط، أو الجودة مرتبطة ارتباط مباشر مع الصيانة، والاثنين دول مرتبطات ارتباط مباشر مع سلامة وصحة العاملين، وبالتالي نحتاج إلى قراءة ومعرفة نتائج الصيانة في تطوير وتحسين أداء الماكينات، وبالتالي ده يؤدي إلى أداء العاملين. طيب بعدها تكلمنا عن عناصر الإنتاج الأساسية، قلنا الهدف من المسألة إنه مشرف السلامة والصحة المهنية يفهم ارتباط الأشياء دي مع بعض، هو عاوز يحافظ على سلامة العاملين، وعاوز يحافظ على سلامة الأدوات والماكينات الموجودة في بيئة العمل، لكن ده لابد من خلال يفهم ظروف التشغيل، ويفهم إنه هل الصيانة تمت بالشكل الصحيح. قلنا يهمنا تقارير الصيانة من ناحية بتاعت زيادة أو نقصان في السلام والصحة، في قراءات أو مؤشرات السلام والصحة المهنية، وليس تفاصيل الصيانة. نحن ما بنقول لمشرف السلام والصحة المهنية لازم تعرف لنا الزيت المناسب للماكينة المعنية، وبعد كم ساعة هنغير الزيت، وبعد كم ساعة هنغير الفلتر، لا لا، كان مهما. بعضها انتقلنا إلى الدور الأساسي المفترض يقوم به مشرف السلامة في جودة التصنيع، قلنا يراقب العاملين ويحرص على الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية، يتأكد إنه التشغيل وإيقاف الماكينات يتم بالشكل الآمن، يتأكد إنه الصيانة بتتم بالشكل الدولي الصحيح، مما يساعد في سلامة وصحة العاملين وزيادة الإنتاج، يتأكد إنه الأدوات المستعملة فعلا تساعد في زيادة الإنتاج، وضمنيا تساعد في تقليل مشاكل الإنتاج. تكلمنا كذلك عن أهم مسائل مهمة جدا يحتاج مشرف السلامة والصحة المهنية يعني يهتم بها، واللي هي عملية المراقبة في إنه بيانات الصيانة، هل فعلا الصيانة الأولى ثم الصيانة الثانية ثم الصيانة الثالثة أدت جميعا إلى التحسين، ولا لا الأمر ماشي في سوء، وهكذا يحتاج يفهمها مشرف السلامة والصحة المهنية. ودي تعتبر قلنا كمؤشرات يستطيع من خلالها معرفة التحسين في الأداء، ومعرفة المشاكل الجذرية، ووضع حلول تصحيحية، ثم حلول وقائية، ثم كذلك ده كله يؤدي إلى، قلنا ده كله يؤدي إلى التحسين المستمر، وهكذا. أخيرا تكلمنا عن أقسام السلامة الإدارية والاجتماعية، وهي صراحة بمثابة بيان لمشرف السلامة والصحة المهنية إنه في أقسام أخرى تستطيع إنك تتواصل معها وتتحاور معها وتستفيد من آراء والتقارير اللي عندها، مما يساعدك في تحليل بيانات السلامة والصحة المهنية، ومما يؤدي في المجمل إلى تقليل الأخطار وإلى زيادة الروح الإنتاجية، وتكون بيئة العمل أكثر أماناً واستقرارا. هنا تطرقنا إلى بعض الأقسام، وصراحة ما لقيت الزمن الكافي عشان إني أفصل فيها بالتفصيل، ولكن يكفي مبدئيا الإشارة إليها بشكل عام. عرضنا مجموعة من الأقسام، وبدينا ندي فكرة عامة عن كل قسم. مثلا إدارة المخاطر قلنا هو القسم اللي بيعني بمعرفة المخاطر الموجودة في بيئة العمل، وبتحصل بيتين من ناحية الزمن ومكان وقوعها وين، والنتائج أو الأضرار المتوقعة منها شنو، والإجراءات المفروض نتبعها في مواجهتها وتقليل الخطر بتاعها. وأكيد طبعا دي هتفيد مشرف السلامة والصحة المهنية. طبعا الأشياء دي كلها قد توجد هي كأقسام في داخل إدارة السلامة والصحة المهنية إذا كان الإدارة بحجم كبير يؤدي إلى تقسيم الأشخاص، لكن أحيانا ممكن نلقى إدارة السلامة والصحة المهنية في مجملها فيها 3 أو 4 أشخاص، فبنلقى إن المهام دي بيقسموها بيناتهم، بتكون على شكل مهام اكثر منها عباره عن شكل ادارات. لكن تعالوا نتكلم بالشكل الامثل، نعتبرها هي ادارات كلها ضمن اداره السلامه والصحه المهنيه في المؤسسه. فدي اداره بتفيدك انت في المخاطر، التعرف اليها ومعرفه اوقاتها، متى بتحصل وحجمها وين، والاضرار المتوقعه الى اخره. اداره اخرى كذلك اداره الازمات. وعندما اتكلم عن ازمه بتكلم عن انه حاجه تفاقمت عن وضعها الطبيعي فتحولت الى ازمه، ودي تحتاج إلى أن نحن نخطط لها ونعرف الإجراءات المناسبة للتعامل معها، ونعرف القواعد الإرشادية ونحددها وهكذا.
برضو دي حتفيدك انت في جمع المعلومات دي. في لجان اخرى فرعيه، مثلا ناخذ مثال ان مثلا احنا كشركه كبرى شغاله في مجال الانشاءات عندها مواقع، موقع A وB وC، كل موقع الان بيمثل مثلا مبنى من 10 طوابق على سبيل المثال. اكيد هنا اداره السلامه والصحه المهنيه حيكون عندها اشخاص موزعين في المواقع دي، وبالتالي في كل موقع ممكن نعمل قسم لاداره السلامه والصحه المهنيه، وحتى لو كان قسم صغير فبيكون فيه مشرف لنا هناك او سوبر، او ممكن نقول عباره عن مانجر. فهنا نحتاج الى تعامل مع المقاولين اللي حاجه يشتغلوا في الموقع ونلزمهم باتباع اجراءات السلامه والصحه المهنيه. نحتاج كذلك الى تقييم الحالات اللي ممكن نقول طارئه في المشاريع، نضع قوانين نلزم بها كل شركات السب كونتراكتور اللي هو المقاولين حاجه يشتغلوا معانا وهكذا. دي برضه كلجنه فرعيه ممكن تساعدك في اداره السلامه والصحه المهنيه في المشاريع الموزعه. اداره التدقيق، ودي قلنا اداره تتعلق بالاوديتنج، لازم نعمل مراجعة شاملة لكل الإجراءات والقوانين والسياسات اللي احنا عندنا في بيئة العمل، من خلال الرجوع للتقارير، الآليات والأدوات اللي احنا استعملناها في تحليل البيانات، الناس اللي معانا هل عندهم الكفاءة الكافية، التزام المقاولين بضوابط السلامة والصحة المهنية، معدل الإصابات وكذا. دي كلها عبارة عن تدقيق في الآليات اللي بنستعملها، في القياس اللي بنستعمله، في كفاءة الناس، عبارة عن حاجة شاملة نصل من خلالها إلى معرفة يعني الحاجة بيسموها KPI، عبارة عن Key Performance Indicators اللي هو مؤشرات الأداء. إحنا ماشيين بشكل أفضل ونستمر على كده، ولا ماشيين بشكل أسوأ ونشوف المشاكل ونحسن أدائي الأخير. إدارة أخرى متعلقة بالطوارئ، الأزمة قد تتفاقم تتحول إلى حالة طارئة، هنا تحتاج إلى إدارة تتعلق وتهتم بالطوارئ في الحوادث واحتمالية حصولها والخسائر المتوقعة والأشياء دي كلها. دي برضو إدارة هتساعدك كمشرف سلامة وصحة مهنية في التعامل مع حالات الطوارئ. التحقيق، احنا قلنا أي أكسيدنت أو أي حدث أكسيدنت أو إنسيدنت يحدث في بيئة العمل، نحتاج حتى نتخذ القرار المناسب إنه نحلل أسباب الحوادث، وده يحتاج إلى جهة بتاع التحقيق هتقوم بالتحقيق في الحادث المعين لمعرفة أسباب حدوثه وظروف الحدث فيها، ونجمع البيانات عن الحادث، وفي النهاية نخلص إلى النتائج ونكتب التقارير. كذلك تحتاج كمشرف سلامة وصحة مهنية تتعامل مع إدارة من النوع ده عشان تعرف إن الحادث المعين اللي تم في الموقع المعين أسبابه كانت كده وإلى آخره، ثم بعد ذلك تخلص بنتائج يستفاد منها في عملية وضع حلول يعني جذرية للمشكلة ووضع حلول أسباب أو مسائل وقائية عشان ما نقع فيها مرة ثانية، وبالتالي نحسن أدائي إلى آخره. فدي كلها طبعا التدريب بتصف فيه الأشياء اللي ذكرناها سابقا، أي مشكلة واجهتنا، أي ظاهرة واجهتنا، نحتاج إنه الآن نوعي الناس أو العاملين في بيئة العمل بخطورتها، ونوعيهم بالاستراتيجية المفترض الناس تتبعها في تقليل الخطر وتحسين الأداء، ومن خلاله ندرب الناس ومن خلاله نطور الأداء. فالتدريب يعتبر من أهم الإدارات في قسم أو في إدارة السلامة والصحة المهنية، من أهم الأقسام. تتعلق باختصار في أنه ندرب العاملين ونوعيهم بالسلامة والصحة المهنية، ونبين لهم الأخطاء والمشاكل وكيف يتعاملوا معها. وفي النهاية احنا قلنا عاودين نصل إلى أنه تصبح مفهوم السلامة كثقافة، عبارة عن culture موجودة في بيئة العمل، حتى يصبح كل شخص موجود في بيئة العمل يساهم في مفهوم السلامة والصحة المهنية، ويساعدنا في تحليل بيانات السلامة والصحة المهنية. ثم الاجتماعات، وقلنا دي واحدة من ممكن نقول الآليات التدريب أو آليات استخلاص المعلومة، وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن مفهوم العصف الذهني أو brainstorming، كيف نحن نتناقش مع بعض، كيف نصل إلى الأسباب، كيف نتحاور مع بعض، وده كله قلنا يزيد من الوصول للمعلومة بطريقة فعالة، ويشجع روح الفريق ويجعل الجو إيجابي من التعاون وكذا. دي كلها إدارات أو كلها أقسام نحتاج لها في إدارة السلام والصحة المهنية حتى نحقق الغاية من وظيفتنا اللي هو الحفاظ على سلامة وصحة العاملين. وخلصنا ببعض التطبيقات العملية لتحليل بيانات الصحة والسلامة المهنية،
وكده بحمد الله رب العالمين أكملنا المادة مع المراجعة، مع الإشارة إلى إنه الوقت ما كان كافي، فقدنا تقريبا 4 محاضرات وممكن أقول 6 محاضرات بسبب الإجازات وغيرها، ما استطعنا إنه نغطي فيها المغرب بالشكل الصحيح، ولكن في النهاية الواحد بذل المجهود الممكن. أعفو لي على التقصير، الكمال لله سبحانه وتعالى، اجتهدت في إني وصل لكم الفكرة وفق المنهج، لأنه في أشياء كثيرة كان ممكن نضيفها، لكن إحنا ملتزمين بمنهج معين. حبيت أقدم المنهج من خلال الخبرات اللي أنا أخذتها في واقع العمل، ومن خلال كيس ستاديز، دراسة حالة جبناها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والكمال لله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا تحققوا أعلى الدرجات. كده أنا الآن عملت مراجعة عامة، وأشير لمسألة مهمة جدا. الامتحان النهائي مبني على الفهم، فالإنسان لو فهم المادة يستطيع يجيب على كل الامتحان ويجيب الدرجة الكلية. أنا ما حأسأل أقول لك عرف كذا، أذكر 4 أسباب من كذا، أبدا. إنما حأجيب لك سؤال ومعه خيارات، بسميه عبارة عن MCQs، Multiple Choice Questions، سؤال ومعه اختيارات، وبالتالي الفاهم يستطيع يختار الاختيار الصحيح من ال4 اختيارات أو الخيارين أحيانا، فما تحفظ. لكن من استطاع أن يفهم ويرتقي بالفهم للحفظ، ده المطلوب. لكن ما تحفظ معلومات عشوائية، لو حفظتها عشوائية حتنساها، لكن لو فهمت تستطيع تستوعبها وتنجز العمل بالشكل الصحيح. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا، نتقابل إن شاء الله معاكم في كورسات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.